شنو يؤشر لكم غياب وعدم تفعيل قانون جهاز المخابرات الوطني على الأقل على المستوى السياسي والاجتماعي؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم أخي العزيز ولضيوفك الأكارم قناتكم الموقرة والمشاهدين الأعزاء. بكل تأكيد بعد 2003 حصلت مشاكل كثيرة جدا في الدولة العراقية، وتم استحداث أجهزة وألغيت أجهزة بالكامل عندما كانت الدولة العراقية في ذلك الوقت قائمة. تم تفكيك الأجهزة، ومنها الأجهزة الأمنية، وواحد من هذه الأجهزة هو جهاز المخابرات الوطني العراقي. فاليوم أصبحنا بأمس الحاجة إلى جهاز من الممكن أن ينظم عمل الدولة ويحافظ على الدولة من التحديات الكبيرة جدا، من الخروقات الكبيرة جدا، يحافظ على كينونة الدولة، على مؤسساتها، على معلوماتها، على سريتها، على كل ما يدور داخل الدولة العراقية. هذا هو ما معمول به الآن في جميع دول العالم وليس بالمستغرب. لكن جهاز المخابرات اللي شكل بعد 2003 شكل بإرادة أمريكية. نحن لا نطعن ب يعني وطنية اخوتنا الموجودين الآن في جهاز المخابرات، قطعا لا، لكن هنالك لربما إرادة أمريكية تفرض على جهاز المخابرات العراقية، وبالتالي أصبحت الدولة العراقية بمؤسساتها الأمنية بكل السواتر اللي من الممكن أن تشكل حارس للبوابة كما يقال، كان أصبحت مستباحة، وأصبح العراق يعني بمتناول اليد لجميع من يريد أن يأخذ أي شيء من العراق. وأضف إلى ذلك هنالك مشكلة كبيرة جدا، ألا وهي الأحزاب التي حقيقة وصلت إلى السلطة. هذه الأحزاب لها امتدادات خارجية، جميع الأحزاب اللي موجودة الآن في السلطة العراقية لها امتدادات خارجية. بما أنه لها امتدادات خارجية وعندهم علاقات قوية بدول خارجية، وربما بعضهم أخذ جوازاتها وخدم بها فترة طويلة هناك، الأحزاب تخاف من هذا القانون؟ بكل تأكيد، هذا مربط الفرس. نحن اليوم عدم تشريع قانون من الممكن أن ينظم عمل الأحزاب داخل العراق، أو ينظم عمل الناس أو عمل الساسة اللي موجودين. سيدي الكريم، هنالك مشاكل كثيرة جدا. لربما أنا الآن من خلال منصتكم الموقرة أصرح تصريح يفترض أن أحاسب عليه من قبل جهاز المخابرات، لأن لا يحق لي ولست مخولا بهكذا تصريح. يعني أنا لدي معلومة خطيرة جدا الآن بهذا الخصوص، أنه الاتصالات الجيش العراقي مخترقة بشكل كامل. هذه معلومة. أجهزة الاتصالات اللي كانت موجودة هي من المناشئ الشرقية، أخذت هذه الأجهزة إلى الأردن وأخذت الآيبيات وربطت. دكتور عاد، بس الجيش، منظمة حشد، شرطة، كلها مخترقة، بس الجيش؟ أنا أتحدث عن الجيش، لأن هذه المعلومة من الجيش، يعني هذه معلومة حقيقية. أيه. يعني أنه الأجهزة اللي كانت موجودة عندنا أخذت إلى شركة في الأردن، وهذه الشركة أخذت الآيبيات، وبالتالي أصبحت كل اتصالات الجيش الآن موجودة لدى الشركة العاملة في الأردن الآن. زين، ما يفترض أن يكون لدينا يعني تراخي وتساهل وتهاون بهذا الموضوع يا سيدي الكريم؟ هذا جانب. الجانب الآخر، التقنيات الحديثة الآن أصبحت الأمور يعني بمتناول اليد. ماكو داعي أنه أنا أبني شبكات تجسس، لربما أنا أعتمد بطريقة أو بطريقة معينة أو أي شيء آخر أو أسلوب معين، يعني زين، على شخص أو شخصين موجودين يمتلكون إمكانيات وقدرات من الممكن أنه يحصل لي أي معلومة أحتاجها. هي القضية مو قضية أنه مثل وين الدبابة موجودة، وين الطائرات موجودة، هذه أصبحت من الماضي. اليوم أكو درونات موجودة وتكشف الأمور بشكل كامل. زين، لكن هنالك عمليات خطرة جدا الآن تدار داخل الدولة العراقية. واحد من هذه الأمور هي المخدرات يا سيدي الكريم، دخول المخدرات. يعني احنا لا تتوقع انه هذا الموضوع الان اللي دا يحصل الان بالعراق هو موضوع يعني عفوي او موضوع طبيعي. هذا الموضوع هو حصل بذاته وبشكله وبكينونته، حصل في امريكا الجنوبيه عندما كانت هنالك انظمه تتقاطع مع الولايات المتحده الامريكيه وتلتقي مع الاتحاد السوفيتي. هذه الانظمه كانت يساريه الهوى، فبالتالي وجود شخصيات دكتاتوريه حاولت انه تفتت هذه الأنظمة، ما استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية. زين دكتور، آخر شيء استخدمت أسلوب المخدرات. طيب.